دور ال 64 سهل ان الاهلي والزمالك اللي الزمالك يعديه تمام، لكن دور ال 32 الاصعب، كل ما انت بتتقدم في قلب المستويات كل ما المستوى بيصعب عليهم. بالنسبه لبيراميدز وفيوتشر اتمنى بردك ان يعني في الكونفدراليه ان هم يعملوا حاجه كويسه ويتقابلوا بردك في النهائي في الكونفدراليه، وتبقى الدنيا كلها يعني الفرق المصريه هي المستحوذه على افريقيا والكونفدراليه. الزمالك كويس جدا يعني، فبالنسبه له فريق بطل تشاد ده يبقى سهل، فالموضوع يبقى بالنسبه لك كويس يعني. بالنسبه للاهلي بقى فربنا يوصل بقى برضه دور ال 32 ده يبقى سهل ان شاء الله. بالنسبه لفيوتشر وبيراميدز، ففيوتشر فريق كويس بس اول مره يشارك في افريقيا، فبالنسبه له هتبقى المهمه صعبه شويه. وبالنسبه لبيراميدز طبعا بقت الموضوع متمارس بالنسبه لهم. بالنسبه للزمالك والمشاركه بتاعته فدوري ابطال افريقيا ان هو طبعا هيلاعب بطل تشاد، فالمواجهه يعني بتاعته في الدور ال 64 هتبقى ايه يعني سهله جدا. اما طبعا بالنسبه للاهلي انه طبعا عارفين طبعا شمال افريقيا والمجهودات بتاعت شمال افريقيا ان هو طبعا يلعب اتحاد المسيره طبعا. النادي الاهلي في ال 32 وان شاء الله تبقى المواجهات كل اللي جاي للنادي الاهلي هيبقى كويس باذن الله. والنادي الزمالك في ال 64 طبعا اول مواجهتين ليه هتبقى موضوع سهل. البيراميدز فريق بينافس على البطوله، فريق قوي في كوادر كويسه جدا يقدر ياخد البطوله. واما بالنسبه لفيوتشر، فيوتشر فريق برضو بيشارك لاول مره في البطوله، بداخل بقوه بينافس دور ال 64. اعتقد ان الزمالك هيقابل يعني بطل تشاد وهيبقى حاجه سهله بالنسبه للزمالك في قمته وفي قمه اللعب بتاعه وفي قمه التحفيز.